قنبلة نشطة تزن نصف طن في محيط ملعب ماينتس. أعلن نادي ماينتس الألماني يوم الأربعاء الماضي عن خبر صادم للجميع بسبب العثور على قنبلة نشطة تزن نصف طن في محيط ملعب الفريق. التقارير الصحفية الصادرة من ألمانيا أكدت أن القنبلة التي عثر عليها تابعة للجيش الأمريكي ويبلغ وزنها 500 كيلوغرام، وعملت فرق إزالة الألغام على إبطال مفعول الجهاز الخاص بها. رجال الإطفاء قاموا بإخلاء سكان المنطقة البالغ عددهم أكثر من 4600 لتفادي أي حوادث أو وقوع أي إصابات خطيرة. ويستقبل ملعب ماينتس ميوا أرينا مواجهة نارية تجمع بين النادي الألماني العريق ومع فريق كولن في المواجهة المصيرية التي ستحدد الكثير من ملامح الهبوط في البوندسليغا. ماينتس يحتل المركز 16 برصيد 27 نقطة، بينما كولن في المركز قبل الأخير برصيد 22 نقطة. وفي حال فوز أصحاب الأرض سيتأكد هبوط كولن إلى الدرجة الثانية. المباراة ستقام في موعدها يوم الأحد بعد أن تأكد خبراء الألغام من عدم وجود أي خطر يهدد الملعب.